السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم باشمهندس عبد الرحمن فرغالي، وان شاء الله في الفيديو ده هنبدأ نعمل حاجتين. الحاجة الاولانية ان احنا هنشيك على الاوفرلود برضو عشان الناس يتأكدوا ان الاوفرلود هو فعلا في الاوتوميشن ستوديو هو بيشتغل فعليا، مش مجرد سيمبل احنا حاطينه وخلاص. فانا هنعمل تشيكينج نتأكد فيها برضو ان الاوفرلود موجود وشغال كويس جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، هنحاول نتعامل مع التايمرز، يعني ازاي ظبطت التايمرز جوه الاوتوميشن ستوديو بتتم ازاي، ونشغله برضو عشان بعض الدوائر اللي اتطلب فيها تايمر يبقى الناس ما عندهاش مشكله في الموضوع ده، قادر يتعامل مع التايمر وقادر يشغله جوه الاوتوميشن ستوديو. فكده كده واحده واحده على مدار الفيديوهات هنغطي كل الافكار وكل الحاجات اللي بعد كده هتبقى باي ديفولت انت بتستخدمها، تايمر، اوفرلود، سيركت بريكر، فيوز وهكذا. فالحاجات دي اوريدي هتبقى في كل الدوائر، بس احنا طبعا بناخد الحاجات اللي هي الاساسيه اللي من خلالها انت بتبني الدوائر. خلاص، دي دايره الدايركت اونلاين ستارت ستوب اللي احنا اخدناها في الفيديو اللي فات، واللي هنحاول دلوقتي زي ما قلنا نبدا نشتغل من خلالها. اول حاجه احنا عاوزين نعملها زي ما قلنا، عاوزين نعمل تشيكينج ان الاوفرلود شغال. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ لو انا جيت عملت ستارت للدايره عشان برضو ايه نتاكد ان الدايره شغاله مفيش مشكله، هضغط لحد لما الكويل يوصل له كهربا فاللاتش يشتغل فتفضل الدايره شغاله لحد ايه، لحد ما اضغط ستوب، وده اللي انا اخدته في الفيديو اللي فات. طيب يا باشمهندس انت هتعمل التشيكنج ازاي؟ هروح على اللايبراري بتاعه الكنترول واروح للسويتشز واجيب بوش بوتون بالشكل ده، وابدا اشد الموتور اللي تحت كده واوصل السويتش ده ما بين اي تو فيزز. تمام يا باشمهندس، بس انت خد بالك كده يا باشمهندس، انت لو وصلت السويتش او ضغطت عليه هيحصل ساعتها هتوصل فيزه بالتانيه فهيحصل شورت. هو هيحصل شورت دلوقتي، والشورت انا عارف ان في تيار عالي هيمر، فطبيعي دلوقتي ان الفيوز يتحرق في الدايره اللي قدامي، وفي نفس الوقت ان التيار عدى الواحد وربع الريتد فيحصل اوفرلود، وده اللي انا عاوز اتفرج عليه في الدايره. ده اللي انا عاوز اتفرج عليه في الدايره. وبالتالي انا لو عملت ستارت دلوقتي وبدات اضغط على الستارت بالشكل ده فالموتور شغال زي الفل، وصل للريتد سبيد والدنيا جميله. نعمل زومنج لورا سنه بس عشان او نزوم حاجه بسيطه لقدام. تمام، ابدا دلوقتي اضغط على السويتش وافضل ضاغط، خد بالك هتلاقي ان فعلا الفيوز نور احمر، حصل شورت عندك فالفيوز فعلا ضرب، وهتلاقي ان الاوفرلود نور احمر وفتح النقطة بتاعته. تاني، هتلاقي ان الاوفرلود نور احمر وفتح النقطة بتاعته وفصل دايرة الكنترول، لان لو الفيوز بس كان هو اللي ضرب والاوفرلود محسش ساعتها كانت دايرة الكنترول هتفضل شغالة. الفيوز اتحرق وقطع الدايرة، لكن احنا ما وقفناش دايره الكنترول عندنا. خلاص، لو ضغطت طبعا على الاوفرلود بالشكل ده دبل كليك هيرجع اكنك عملت له ريسيت، فيرجع يظبط الدايره فيرجع يشتغل. وهنا برضو الفيوز بالنسبه لك لو جيت عملت ستارت من اول وجديد هترجع، هو المفروض كده اتحرق خالص، لازم تعمل ستوب وترجع تعمل رام من اول وجديد عشان يرجع يشتغل معاك من اول وجديد تاني. خلاص، الاوفرلود لو ضغطت عليه دبل كليك بيرجع يعمل ريسيت لنفسه، لكن الفيوز زي ما انت شايف بيديك علامات حمراء، وساعتها انت كده في شورت، الدايره واقفه خالص، لازم تقفل وترجع تشغل ايه تاني. خلاص، يبقى احنا عملنا تشيكنج فعلا على الاوفرلود وتاكدنا ان الاوفرلود تمام مفيش مشكله خالص. تمام، طيب الحاجه الثانيه اللي عاوزين نشتغل عليها ونشرحها في الفيديو ده التايمر. التايمر اللي احنا هنوظفه دلوقتي الاون ديلي تايمر. الاون ديلي تايمر فكره عمله ان انت بمجرد لما تدي الكويل بتاعه كهرباء يبدا يعد التايم اللي انت عاوز تعده، وبعد كده يغير وضع النقط المساعده بتاعته. زي ما عرفنا اللي اتفرج على الفيديو بتاع ملخص الكلاسيك كنترول في ساعه، ان عندي الكويل بتاع الكونتاكتور برضه لما بيوصل له كهرباء بيغير وضعيه النقط كلها، سواء مين كونتاكت او اوكزيلري كونتاكت. نفس الحكايه التايمر برضه، لما الكويل بيوصل له كهرباء الاون ديلي
بيأخر الإشارة. يعني إيه بيأخر الإشارة؟ يعني بيعد التايم الأول وبعد كده يغير وضعية النقط اللي موجودة جواه، يعني الأوبن يبقى كلوزد والعكس. فبالتالي أنا لو عاوز سي أوظف التايمر دلوقتي، فأكني بعمل إيه؟ لو أنا حبيت أوظفه على الدايرة اللي قدامي، إن أنا هضغط ستارت وهشغل اون ديلي تايمر لمدة مثلا 5 ثواني أو 10 ثواني، وبعديها أفصل الدايرة، أفصل الموتور يعني. فأنا كده فعلا قدرت إن أنا أوظف الاون ديلي تايمر عندي في الدايرة، إن أنا شغلت، يبقى أنا عندي التاسك بتاعتي موتور، لما أضغط ستارت يبدأ الموتور يشتغل لمدة 10 ثواني وبعد كده يفصل. طب ايه اللي هيخليني انفذ التاسك دي؟ وجود الاون ديلي تايمر، ان انا عندي اون ديلي تايمر اديله كهرباء لمده 10 ثواني هو بيعد، بعد ال 10 ثواني يغير النقط المساعده بتاعته، وانا لو اخدت نقطه مساعده نورمالي كلوزد فلما تغير وضعها تفتح لي الدايره بتاعت الكنترول فتفصل لي دايره الكنترول وبالتالي الموتور يفصل. طيب حلو قوي، يبقى انا ما عنديش تعديل على دايره الباور، كلام كله هو تعديل على دايرة الكنترول. اعمل الكلام ده ازاي؟ هتروح دلوقتي للكنترول وهتلاقي في حاجة اسمها ريلي كويلز. في ريلي كويلز هتلاقي فيه الاون ديلي والاوف ديلي، وكمان انواع الكويلز، في اي سي وفي دي سي وفي اي سي دي سي، يعني في كويل بيشتغل على الاثنين. خلاص انا هجيب واحد من اللي بيشتغل على اثنين، اي سي دي سي اون ديلي اهو ده. خلاص ابدا احطه فين؟ ابدا احطه بارلل مع الكويل بتاع المين بتاعي، بحيث لما يوصل كهرباء للمين كويل او لكويل الكونتاكتور يبدا التايمر يعيد. حلو، انا عاوز بعد ما يخلص عدي يفصل لي دايره الكنترول. يفصل يبقى لازم نقطه نورمال كلوزد. هجيبها منين؟ هتلاقي في حاجه اسمها ريلي كونتاكت. لو نزلت هتلاقي عندك نقط اوبن ونقط كلوزد، وعلامه التايمر هي العلامه الايه؟ كان في سهمين او في دراع كده طالعه من الكونتاكت، هي دي بتاعه الايه؟ التايمر. فانا عاوز نقطه نورمال كلوزد بالشكل ده، دي بتاعه التايمر. وهيقول لك بتاعه ايه؟ هتقول له الكي اي 1 اللي هو التايمر اللي انا جايبه اسمه كي اي 1. خلاص يبقى انا هفصل، اجي في الـ في الـ في الكونكشن دي، ابدا امسح الواير ده وابدا احط النقطه النورمال كلوزد بالشكل ده، احطها كده واحطها كده. جميل جدا، جميل جدا. طيب فاضل ايه بقى؟ فاضل ان انا اظبط التايمر، الوقت اللي انا عاوزه قد ايه، الوقت اللي انا عاوزه قد ايه. هتظبط التايمر ازاي؟ بتضغط دبل كليك على التايمر وهتلاقي فيه علامه هازارد كده عند التايمر، هتضغط عليها هيبدا يديك الخانات بتاعه التايمر بالبروبرتيز بتاعته بتشغيله بدنيته. فهتلاقي ان انت عندك الديلي اون اوبريت ده، هو ده التايم اللي انت بتظبطه، 0 داي 0 اور 0 مينيت 1 سكند 0 ملي سكند. انت عاوز قد ايه؟ سي احنا عاوزين 5 سكند، يبقى انا هحط هنا 5 وادوس صح واقفل واقول له يس سيف التشينجز اللي عندك. خلاص طيب يبقى انا كده ظبطت التايمر وجبت نقطه مساعده منه، و عاوز ابدا اشغل الدايره اللي عندي. ابدا اعمل رن وابدا اضغط ستارت، فهتلاقي ان الكهرباء وصلت للكويل ووصلت كويل الكونتاكتور ووصلت للاون ديلي تايمر اللي بمجرد لما ضغطت عليه فصل الدايره. وطبعا حصل اوفرلود هنا، دي حاجه كده لوحده. ثواني نمسح السويتش ده، تقريبا وجوده برضو ايه عامل ازمة. تمام، انا عاوزك تركز بس مع الاون ديلي، عاوزك تركز مع الاون ديلي. هتلاقي ان الاون ديلي تايمر بمجرد لما يخلص عد هتروح على النقطة المساعدة بتاعته، هتلاقيها فتحت الدايرة، هتلاقيها فتحت الدايرة. يبقى انا هعمل دلوقتي ستارت وهضغط على الستارت بتاع الدايره، هيبدا الموتور يشتغل ويوصل للريتد. بمجرد لما يوصل للريتد بص اهو فتح الدايره وبدا الموتور يفصل. طبعا هو ما حصلش اوفرلود ولا حاجه عشان هو السويتش بس ايه توصيلته بس، احنا كنا بنعمل بيه تشيكنج مش اكتر فمسحته. خلاص يبقى تاني هضغط ستارت
هيبدأ الموتور يشتغل يوصل لريتد وهيبدأ التايمر يشتغل. استنى ركز بقى مع التايمر والنقطة المساعدة. بص النقطة المساعدة فتحت، فلما فتحت فصلت الكهرباء عن كويل الكونتاكتور وكويل التايمر، فطبيعي ان لما فصلت الكهرباء عن كويل التايمر هيرجع للوضع الاساسي بتاعه اللي هو النورمال كلوزد، وفي نفس الوقت هو نفذ لي المطلوب منه ان هو فصل لي دايره الكنترول. خلاص، بس انا مش عاوز اكتر من كده. الناس تفهم ان انا البروتكشن اللي انا بحطه سواء في دايره الباور او في دايره الكنترول في برنامج الاوتوميشن ستوديو هو فعلا شغال، مش مجرد سيمبلز انت بتحطها وخلاص. وعشان الدوائر لما تيجي تطلب منك انت هتعملها دوائر اكزاكت، لازم تحط لي في الباور سيركت السورس 3 فيز، تحط سواء سيركت بريكر او فيوز او الاثنين مفيش مشكله، تحط الكونتاكتور، تحط الاوفرلود، وتحط الموتور او الاوتبوت بتاعك. دايره الكنترول نفس الحكايه، لازم تحط لي البروتكشن، تحط فيوز، تحط اوفرلود، تحط الستوب، تظبط الدنيا خالص اكنها موجوده في داتا شيت، لان هو البرنامج بيشتغل كده وينفذ لك الموضوع اكتشوال اكنه موجود في الحقيقه. خلاص، وزي ما شفنا، بس الاضافه في الفيديو ده هو ظبطة التايمر، ازاي التايمر احطه وازاي اجيب نقطة نورمال كلوزد منه او نقطة نورمال اوبن، وفي نفس الوقت ازاي اظبط التايم بتاعه. وجربنا نظري دلوقتي او سيميليشن ثيوريتيكال، وعملي برضو اظن ان الموضوع هيبقى نفس الطريقة، يعني مفيش اختلاف. خلاص، بس مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. اتمنى الناس تكون استفدت من الفيديو، واي حد عنده استفسار او سؤال ممكن يتواصل معايا. ما تنسونيش من دعواتكم، اشوفكم على خير في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.